بتعرفي شو رح يصير إذا حاولتي تهربي مرة تانية؟ لا تتعبيني على الفاضي. لو ما وقفتي كان ممكن تكوني ميتة هلا. بما أن لساتك ساكتة معناتها مصرة تحميها مثل ما بدك. الظاهر مو فارقة معك العقوبة يلي رح تاخديها. لا استنى، سمعت اسم هاندل بار أبو شوارب. ومين بيكون هاد؟ وين مكانه؟ تذكري شو بتعرفي عنه. دولا بدير طارلا باشي، ماني متأكدة. مرة سمعتها عم تحكي معه، ما بعرف أي شي تاني. فكرتيني غبية وصرتي تستخفي بذكائي. من وين جبتي هالثقة؟ انتي وزوجك استخفيتوا فيني، فكرتوا انكم رح تنتصروا علي، بس القصة انتهت. وانتي وكمال انتهيتوا، وانا دمرت حياتكم السخيفة. عندي فضول اعرف شو بدك تقولي. يلا احكي. انتي غيرانه وعشقنا لبعض جننك، لانه ما حدا حبك بحياتك وما حدا رح يحبك. ما قدرتي تتحملي تشوفي حدا مبسوط، بتحلمي تعيشي حياة الناس التانين وعيونك بيضلوا على سعادة غيرك. سكتي. لو انك طلبتي منا نساعدك كنا ساعدناكي ميسم، ولقيتي رجال يحبك وتزوجتي انت وياه واسستوا عيلتكم سوا. ما في غير حقيقة بهالدنيا وهي القوة، وما انا عندك عندي. يلي بتسميه الحب حكي فاضي، مجرد مسخرة وضعف. مزبوط كمال بيكون كتير خايف علي لأنه بيحبني بجنون، أنا نقطة ضعفه، هذا الشيء اللي بيعطيني القوة. صح ما عم عيش حياة ملونة مثلك، بس بحياته ما حدا ضحك علي وما خدعني بهالقصص الخيالية. بحياتي ما صدقت الحكايات اللي نهايتها حلوة. صار الوقت لتواجهي الحقيقة يا حمامة السلام. خبرت الشرطة عن هاندل بار أبو شوارب،
بس ما فينا نستنى الشرطة، نحن كمان لازم نتحرك. بظن هو يلي خطف نارين. طيب يسلموا. أنا لسه ما خلصت، ليش إجيت بكير؟ شو بدي أعمل؟ كثير اشتقت لك وما قدرت أتحمل. وأكيد اشتقت لهالأكلات كمان. إيه طبعاً كثير اشتقت لهم. يلا دوق وعطيني رأيك بالطعمة. كثير طيبة. عجبتك؟ إيه كثير. طول اليوم وأنا عم فكر شو كان عم يصير بحالتك من دون هالأكلات؟ أصعب شي بعدي عنك. كنتي عم تفكري بموضوع الأكل وبشو فكرتي كمان؟ أنا كنت عم فكر فيك بكل لحظة، شو عم تاكل وشو عم تشرب وإذا مرتاح، بس للأسف ما كان بيطلع بإيدي ساوي شي. بعدك من هلأ ورايح ما عاد نفترق أبداً.